أين الناس هذولا؟ ولا ذا الحين؟ ها؟ بتصل ولا بيجاوبني؟ ها؟ مشغو؟ بيرد مشغو؟ أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وهذا ثاني. يا الله يرد. أيش الأصحاب هذولا؟ ما ينفعوا ولا أحد. وقت شدة. الو، كيف انت يا حاج احمد؟ الله يسلمك، معك الحاج مبروك. يا سيدي وعيني سيني زلط، اشتيني زلط انا بحاجته، سلفني وانا عاد اردهن لك في اقرب فرصه ان شاء الله. لا دق لك عاد اردهن. ما هو ما بش معاك؟ انا داري انك عاد مكنني هكذا نغمات ساعة الاولي خيرة الله. كلهم ولا حد جاء مغلقين تلفوناتهم، وقت الصدق يطيروا ولا شيء مع الواحد زرد والله شيء حلقوا كلهم. انت داري ايش قال احمد اليوم؟ ايش قال المثال؟ قال احمد اليوم حقي صاحبي، ذي ما معه حق ما حد صاحبه، ما حد عي صاحبه، حقي جيبي زرضي، هذا اكبر صاحب. وهذا مثل اليوم، ان كل واحد يبن نفسه والجيبه الصدق يصاحبك وقتها لا شيء معك زلط ولا انت حلاف يطيروا كلهم ولا عدت عين عدمي. خيرة الله احسن من كل خير. انتهى حلقة اليوم، الى ان نلتقيكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله. أنا